جيتي ولاد علي تهنيتي الله يوفق من هاد العبال وكل مسؤول سيدي اللي بغاو الحلال راه لقاو اللي بغاو الحرام راه مشاو اللي نواو بداو في الصلاح واش نتايا نويتي فكا فكا الراس بكلام الدوالة وهي والفيق المحس لا تروحوا بفانا فكا 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 الراس ورق البالة ما راه تخلص على ولاد علي عقالة ويا ويا الله ويا 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 وي ما كيحبلوكش هادو الحرقوك هاد الهيادة. قولي انا كنبغي نفهم داك الشيء ما يكون من طقطق تاع السلام عليكم تعاودي اشنو وقع؟ كيما قلت لك السي سباعي انا ما كنتش في العيادة تعيطوا لي قالوا لي راه شعلة فيها العافية. واش دابا هاد العافية هادي كانت هنا لداخل وخرجت لبرا ولا كانت برا ودخلت لداخل؟ كون كانت برا ما غاديش ندير شكاية السي سباعي. ما هذا حنا تحلنا كنضرحقوا بهذا الشكل ما انتش عندنا هذا التنافس ديال تما رقيده الخضر. واش العافيه كانت هنا لداخل وخرجت برا ولا كانت برا ودخلت عندك لداخل؟ كانت لداخل وخرجت على برا. مشاف واش نقيد لداخل ولا برا؟ لا لا غتقيد لان العافيه كانت عنده لداخل وخرجت لبرا. اه 160 والحوت الحوت الحوت ايوا اجي لنا سردين سردين 160 اضرب الهندي كيلو جوج ضربي في الفريكو ما تغسليش. الله يرضي عليك بغيت نسولك كيفاش جا السبيطار؟ السبيطار امي امتي انا الدكتور شطريبي بنت لك فرج الفاصمه وتحرك يا امي امتي خلي الاكسجين يدور. الشريفه غادا السبيطار ضربي الدواء 160 160 اوا 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 انت السبيطار من هنا الشريف تبعدك مولا الجلابه راه تمشي لها. انا بغيت نسولك بشحال الهندي وانت كتقول لي السبيطار راه انت اللي خصك تمشي للسبيطار. واش درتي يا اخوان؟ والمهم وتروج الوقت شويه راه خربتي الوقت ماشي روج جي انت سرديس سرديس هندية في غدا الوالدة ماشي سوقك قبل شغل كاني جايه الموس من عندي وضرب لعندي يا وستين يا وستين مي فاطمه يلا كتجي عندك للدار دابا مالك جايب عجاجتك شنو كاين؟ جايب لك واحد الخبر ولكن ما عرفتش منين يبدا لك وفين عمرك انت جبتي شي خبر زين يلا قول لي شنو كاين؟ ما كاين ما نخبي عليك امي فاطمه السي المقدم دار واحد السيده خايبه وشهرت كله الله 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 وكيف وقع عليه مسكين؟ دابا هو كان غادي بموطور خرجت لي واحد المشه من مورا المشه كاين واحد الرموك هرب على المشه ويجي تحت من الرموك ها؟ وفين هو دابا؟ باقي تحت من الرموك لا حول ولا قوه الا بالله وكنت بنمشي معاك ولكن ما مساليش طاطلت على في غدا امي فاطمه وسوقك ما سوقيش ولكن ما مشيتش تشوفيه مسكين راه يبقى فيك ما مسالياش وسير قول ليه انا راسي عامر مطاق فهمتيني وهذا الخزع بلاد ديالو انا ما قداش عليها بعدي فين ندير همو واش عباد الله انا مدفزه مع الهم والزمان وهاد العفاريت اللي عطاني صدر بوجهي كيتفلع عليا والصراحه امي فاطمه راه ما دار لك سيده لا والو راه وصاني نقول لك هاد الهضره ولا سمعت الهضره اللي قلتي ليا راه يقدر يسكت ليا القلب الله يسكت لك الحسن انت وياه خليني ندوز مين راه فاعل خير انا قلت لي دوز ندوز وشنو قالك ملي قلتيها ليه؟ ناري اختي ماشي غير بقى فيا قطع ليا في قلبي اول مره كنشوف فيها النقشه كيبكي مسكين كاع ما تسرطات ليه وبيني وبينك والله تبقى فيا ايوا ولا بقى فكر رجعي ليه لا اختي ما نقدرش هذاك اللي انا معاه صعيب قال لي غيصوب لي الورق وغيديني لبرا ايوا احسن ليك كون بقيتي متبعه خويا كنتي غتبقاي كتجرت لي معاه حتى لدابا سيري عيشي حياتك خوتي راه ما عندهم باش ينفعوك كيتفلاو على بلاد الناس ما لاقين حتى ما ياكلوا قالوا غير الزواج انا خايفه غير يكون هو اللي حرق العياده ديال الطبيب لا 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 خويا وانا عارفه اللي حرق العياده هو الشرع ولد عيشه ياك وانا كنت كيسحب لي اخوك هو اللي دارها حيت نعرف اش قلت لي رانا تخطبت قال لي هذيك الخدمه اللي انت فرحانه بها انا غنهنيك منها هو سيري تكمشي يا الهبيله شحال من عام انت كتعرفي خويا وما عرفتي فيه والو وهاد المره جيبي لي خبر على الطبيب اما الا كان الخبر على خوتي غير خليهم عندك كون كانوا رجال كون جاوا خرجوني من هنا تهلاي فراسك اختي يلا بالسلامه عليك مبارك
عليكم سعودي. الله يا مش عزوي وشد فعلا تهرب ليك شد مشيت هنا شد في زماني مشيت. تبارك الله عندك باك أدب. عندي باك أدب ولكن عندي مع الفرنسية والرياضيات. وفين قريتي؟ أنا يا مديرتي قريت في مدرسة الحياة. وفين جات هذه؟ مدرسة الحياة موجودة في كل مكان، وما دام هناك أمل فهناك حياة. الحياة عبارة عن تجارب ويجب استخلاص الدروس. فالمدرسة مثلا تعلمنا الدروس كي نجتاز بها الامتحانات، أما الحياة فهي عبارة عن امتحان في غنى عن أي دروس. راسك عامر ولدي. سطحيا كيبان لك خاوي يا مديرتي، ولكن من الناحية المضمونية فهو موسوعة. المهم عندي أنا هو التحصيل الجيد، والمهم عندي أنا هو الإرادة العزيمة والراتب الشهري. شحال غديري لي ان شاء الله في الشهر؟ قول يا دكتور انت ما شاك في حد. انا علاقتي طيبة مع الناس، كيحترموني وكنحترمهم. عفاش ولكن انا شاك بزاف ديال الناس. انت خصك تشك في كل شيء. في هنيس هذه ما هي عافية ديال الطياب. اسمع دكتور، حنا غنديرو التحريات ديالنا وانت ما غتخرجش من هاد المدينة هذه، ونهار اللي غنبغيو غادي نعيطو لك. تبارك الله عليك. يلا نخطر يلا. ما يخدم الحمار وما تجلس الكروسة. فين هي الهيبة ديال ولاد علي؟ طيحتو النيفو. خلصني في كرموسي. فينا مول الحوت؟ فوق السواية على اخر ايامك ولتي تجمع لك المشاش. جرحتيني. اللهم نجمع المشاش ولا نجمع دعاوي البلاق. سير غير مابقيتش باغي ندوز في هذيك الطريقة النقشة. بنتي هي مقطوعة اخينا، يلا ندورو مع الدور عندك واحد لافير نقيه. وسير غير ما تضحكش فينا الناس ديال الدرب. انت الباش غوط، اللي قالوا لك كديري شي نهار غادي نغلط فك. خلصنا في كرموستي انا. خضر لانجي مزيان قطيع السكر، ولكن ما خصكش تكثر منه. انت ولاد علي دارو عقله مترجلتو. العمل عباده ماشي هو كان ضحيط. الموت انا على دوك الناس اللي كيكونوا خفاف. فك حمق ناس السردين قتل الشربع قتحطهم فوق شي شويه قتعطيهم الملح مزيان والعافيه. انت كيتحركوا كيولوا بحال ولاد علي. متى قالك واحد الدوره ديال السالوت غتلقى راسك ورا الكرياج. خونا صمتات الدور وبزمتي واعد. سير حيد منا خلينا نترزقوا الله. غادي غياره. وسير حيد من هنا. انت باش غوط مره اخرى تسمع ليا. خلصني في كرموسي. أنت يا لالة فاطمة، هذا ثلاثة المرات في النار وهذا ثلاثة المعالق في النار، مش عقلتي؟ ما عقلت ولي. عاود الله يسهل عليك. أبنتي لي مسخسخة لالة فاطمة، ديما تنقول لك بركة عليك من الشقة وتمارة ديال الدار. واش أنا لخاطري يصيبها الكريم؟ يا شحال عندي شحال. عندك 170 درهم لالة فاطمة. أنا سيدي هاك تخلص وعطي لالا فاطمه شي بوماده على حسابي. رد ليه فلوس السي دوايه هذا كان اللي مريضه وانا غادي نخلصو. ويلي الله يهديك لالا فاطمه. واش حنا بيناتنا حساب؟ تخلص تخلص. اجمع راسك السي مبارك وبركه من اللعب ديال الدراري الصغار. انا ما عندي ما ندير به. وقر غير دوك الشيبات اللي في راسك واعطيني اتساع خير ليك. عاودني منك ارى ليا دوايه. ما عرفتش اش غندير. خلي حتى الصباح ونرجع ليه. هاتو ميلادي هيك ميلادي هيك تو معاه.
مسمح لا مودة فشات المادة بيبان الآفة تحلت حيت عقلنا سدة اللي علمي